نكمل مع بعض الجزء الثاني يا جماعة. كنا الجزء اللي فات بنتكلم ان احنا شغالين على السيرفس هيت فلكس، يبقى انا عندي درجة حرارة السطح كونستانت، الهيت فلكس ثابت، فبالتالي درجة حرارة السطح بتزيد، وعندي التي ان والتي اكزيت بتزيد معاها بالتوازي. ماشي؟ طيب خلصنا الكونستانت هيت فلكس، ناخد الجزء الثاني اللي هو عبارة عن الكونستانت سيرفيس تمبريتشر. يبقى انا عندي سطح التمبريتشر بتاعي، او اسف درجة حرارة السطح المنصورة بتاعي ثابت، فبنشوف الخط ده عبارة عن خط افقي، يبقى التي سيرفيس كونستانت، بس الانلت والاكزيت يبقى انا في الانلت هتبتدي تزيد بالشكل ده كده، بس غالبا ان هي عمرها ما هتوصل لتبقى زي درجة حرارة السيرفيس بتاعي. معايا؟ طيب يبقى انا في عندي بقى ايه، خلي بالك انا عايز حضرتك تخلي بالك الفيجر ده بالشكل ده كده، يبقى متخيله في دماغك على طول في كونستانت هيت فلكس، وهنا كونستانت سيرفيس تمبريتشر. طيب هتبص تشوف بقى التي سيرفيس ثابته والانلت بتبتدي تزيد لحد ما توصل قرب السيرفيس بالشكل ده كده. طيب انا في عندي الماسوره هنا، انا محافظ على درجه حراره السطح، وفي سائل داخل وفي نفس السائل خارج اللي هي التي اكزيت. طيب بص بقى كده ما بين التي سيرفيس والتي انلت عند الدخول في حاجه اسمها الدلتا تي انلت، وبعد كده التي سيرفيس والتي اكزيت يبقى دلتا تي اكزيت. ماشي؟ وهنا ده اللي هو التي مين. في اي نقطه الدلتا تي عباره عن ايه بقى؟ التي اس ناقص التي مين. طيب نيجي هنا بقى نشوف الكيو عباره عن الاتش في الاريا سيرفيس، في الدلتا تي افريج اللي هي الدلتا تي ده والدلتا تي الجزء الثاني، او اللي هي عباره عن ايه بقى؟ الاتش في الاريا سيرفيس التي سيرفيس ناقص التي مين افريج. طب لو انا عايز اجيب التي اكزيت عباره عن التي سيرفيس ناقص التي سيرفيس ناقص التي انلت اكسبوننشال ناقص الاتش في الاي اس على الام دوت سي بي. طيب هو انا اصلا انا عندي لو الانلت والاكزيت الكيو بتساوي ام دوت سي بي دلتا تي، اللي هي بتقول ايه بقى؟ التي اكزيت ناقص التي انلت. تمام؟ بناخد القانون ده ثابت في اي حال. طب بس انا بقى عندي الكيو بتزيد، الكيو ثابته او السيرفس ثابته، ديت الحالتين مختلفين، لكن القانون ده قانون كده ده ثابت معايا. طيب لو انا بقى عايز، ما هو برضه نفس الكيو ديت بتساوي الاتش في الاي في الدلتا تي. طيب الاتش اللي هو معامل انتقال الحراره بالحمل، الاريا بقى اللي هنا عباره عن ايه؟ اللي هي المحيط او المساحه الجانبيه للسلندر. الدلتا تي بقى اللي هي اللي احنا بنتكلم عليها ديت التي سيرفيس اللي هي درجه حراره السطح ناقص التي مين بتاعه الانلت والاكزيت. ماشي؟ طيب يبقى الدلتا تي لين بتساوي الدلتا تي اكزيت، الدلتا تي اكزيت اللي هي عباره عن ايه؟ التي سيرفيس ناقص التي انلت ناقص الدلتا تي انلت اللي هي التي سيرفيس ناقص التي انلت على لين دلتا تي اكزيت على دلتا تي انلت. ناخد مثال على طول للكلام ده. طبعا انا مش عايز حضرتك تحفظ القوانين او لازم تكون فاهمها، حفظ القوانين ديت مساله نسبيه بالنسبه لحضرتك، انت معاك الكتاب هتبقى الماده اوبن بوك، بحيث انا يهمني ان انت تكون فاهم مش تكون حافظ. طبعا انت لو مش فاهم انت بتشغل كونستانت سيرفيس ولا كونستانت هيت فلكس طبعا مش هتعرف تتعامل مع المساله. ناخد مثال على طول بيتكلم عن ايه بقى؟ heating of water in a tube by steam، بيسخن ميه في ماسوره وبيمرر ستيم على السطح. نقرا المساله بالراحه كده علشان نفهم التفاصيل ونفهم ايه المعطيات عشان نحدد نوع المساله. water enters a
2.5 سنتيمتر internal diameter. يبقى أنا عندي الديامتر بتاع الداخلي 2.5 سنتيمتر. Thin copper tube. أنبوبة نحاس. Of a heat exchanger. الأنبوبة دي جزء من مبادل حراري. At 15 degree centigrade. يبقى المية اللي داخلة عندي التي قلت بتساوي 15 درجة مئوية. At the rate of 0.3 kilogram per second. يبقى الام دوت بتساوي 3.1 كيلو جرام لكل ثانية. And is heated by steam condensing outside. Steam بيتكثف عليها بيمر على السطح من الخارجي. تمام؟ At 120 degree centigrade. يبقى أنا هنا التي سيرفيس بتاعي 120 درجة مئوية. ماشي؟ If the average heat transfer coefficient is 800 واط على المتر مربع. ال H بتساوي 800 واط على المتر المربع. ماشي؟ لكل درجة مئوية degree centigrade. Determine the length of the tube required in order to heat the water to 150 degree centigrade. عايز يعرف الطول ده بقى ال L علشان المية اللي خارجة يبقى T exit بتساوي 115 درجة مئوية. عايز يعرف طول الماسورة ديت عبارة عن ايه. طيب هو هنا بيتكلم ان المية او الستيم اللي ماشي على السطح الماسورة من بره تي سيرفيس 120 درجة مئوية. يبقى انا في حالة ديت اسمها ايه بقى؟ كونستانت تمبريتشر مش كونستانت هيت فلكس. يبقى انا عندي ايه؟ كونستانت سيرفيس تمبريتشر. يبقى احنا هنشتغل بالحالة ديت وليس الحالة دي. تمام؟ يبقى انا عندي القوانين ديت هي اللي هتبقى شغالة معي. اول حاجة عشان نجيب الخواص يبقى انا بجيب البالك مين تمبريتشر. البالك مين تمبريتشر الدخول ناقص الخروج ونقسمه ونجيب المتوسط بتاعه على 2. طبعا الحالة ديت اولا بالمناسبة يا جماعة لما يكون مديني الدخول والخروج والسيرفيس دي اسهل نوع من المسائل لما يكون مديني درجات الحرارة دي كلها. طيب نرجع نكمل كده. الهيت ترانسفير او الهيت كوندنسيشن اوف ستيم درجة الحرارة بتاع ال H بتساوي 2203 جول لكل كيلو جرام. تمام؟ نيجي بعد كده نيجي بقى بنقول الكيو بتساوي الام دوت في السي بي التي اكزت ناقص التي انلت. الام دوت عندي كانت ب 3.1 كيلو جرام لكل ثانيه. السي بي 487 كيلو جول. الدلتا تي 115 ناقص 15 ادتنا كميه الحراره اللي هتتنقل. طيب نيجي بقى ناخد اللوجاريثميك مين تمبريتشر ديفرنس. الدلتا تي اكزت تمام والدلتا تي انلت. التي سيرفيس ناقص التي اكزت والتي سيرفيس ناقص التي انلت والدلتا تي لين. ماشي؟ بتساوي الدلتا تي اكزت ناقص الدلتا تي انلت على لين دلتا تي اكزت على دلتا تي انلت. نجيب الدلتا تي لين بتساوي 32.85. يبقى معدل انتقال الحراره الهيت ترانسفير سيرفيس اريا الكيو بتساوي الاتش في الاي الدلتا تي لين او لوجاريثميك مين تمبريتشر ديفرنس. يبقى الهيت الاريا سيرفيس احنا عايزين نجيب مساحه السطح الاول الكيو على الاتش في الدلتا تي لين. كده جبنا الاريا المساحه الجانبيه للماسوره كلها. طيب المساحه الجانبيه طلعت ب 4.78 من 100 متر. طب الاريا سيرفيس عباره عن ايه بقى؟ الباي في الدي في ال. احنا جبنا الاريا سيرفيس والدايمتر عندنا يبقى هو محتاج طول الماسوره هتطلع ب 61 متر. يبقى علشان اسخن الميه من 15 لحد 115 درجه مئويه محتاج يكون طول الماسوره بتاعي 61 متر. طبعا في الطبيعه او في التطبيق ما نقدرش نعمل ال 61 متر ديت. يبقى انا كده يبقى انا عشان اعمل مبادلات حراريه يبقى كده ما ينفعش. فبيعمل ايه؟ بيعمل مسارات منحنيه بالشكل ده كده.
يبقى فهمتوا سبب ان هو بيعرج المسارات ديت ليه؟ هو الاول بيحسب هندسيا وبيبتدي بقى ايه بحيث انها تاخد حيز صغير ما تبقاش طول المبادل الحراري بتاع العربيه عشان الدرجه او ابرد الميه او اسخنها ايا كان تبقى 61 متر، اعمل ماسوره بالطول ده كله. فبالتالي نضطر ان احنا ايه نعمل المساله او نحل شكل نخلي شكل الماسوره بتاعنا على شكل مسارات منحنيه. طيب نيجي ناخد شويه تفاصيل تانية كده. اللامينار فلو ان تيوبس طبعا بيحصل ايه؟ ان بيحصل فيه بريشر دروب، انخفاض في الضغط على طول المسار. طبيعي طبعا ان الضغط بيقل نتيجه الاحتكاك ونتيجه معامل الاحتكاك وعندي في السرعه وكده. عفوا ممكن تسمحوا لي بس اوقف دقيقه واحده. في عندنا البريشر دروب الدلتا بي، بس طبعا القانون ده في حاله ايه اللامينار فلو بتساوي الاف اللي هو الفراكشن فاكتور في ال على دي رو في سكوير على 2. تمام، يبقى انا هنا اقدر اعرف فرق الضغط اللي هيحصل انخفاض في الضغط من عند نقطه 1 لنقطه 2، من عند نقطه 1 لنقطه 2، يبقى انا عندي طول المسار بتاعي على الدايمتر في رو في سكوير على 2 في معامل الاحتكاك. طيب اللي هي بالظبط يا جماعه لو نفتكر برنولي ايكويشن اف ال على دي في سكوير على 2 جي اللي هي الهيد لوسز. تمام، الهيد لوسز لو انت ضربت بقى عايز تعرف القانون، لو انت مش عارف تحفظه الهيد لوسز اف ال على دي في سكوير على 2 جي، لو ضربت الكلام ده ديت طبعا لو نفتكر مش البي بتساوي رو جي اتش او الاتش اهو، لو ضربناها في الرو في الجي هتدي لك الدلتا بي، يبقى الدلتا بي يبقى رو جي دلتا اتش. ماشي، طيب الفراكشن فاكتور معامل الاحتكاك عباره عن 8 تاو على رو في سكوير افريج. ماشي، التاو ديت اللي هي اسمها الوول شير ستريس. في حاله المواسير الدائريه او المقاطع الدائريه والسريان بتاع لامينر معامل الاحتكاك عباره عن اف بيساوي 64 على رينولد. تمام، طيب في حالة بقى لامينار فلو ان تيوبس الكونستانت سيرفيس هيت فلكس معايا، يبقى انا عندي الكيو بتساوي الناصلت عبارة عن ايه بقى؟ عبارة عن احنا عارفين الناصلت اتش دي على كي بتساوي ايه بقى؟ الناصلت بتساوي 4.36، ولو كونستانت سيرفيس تمبريتشر الناصلت بيساوي 3.66. يبقى انا عندي كونستانت هيت فلكس او الكونستانت سيرفيس تمبريتشر الناصلت بتساوي 4 او الناصلت بتساوي 3.6. طيب نيجي هنا بقى التيبلز بتاعتنا والاشكال المختلفه. طيب احنا قلنا ايه؟ الناصلت كونستانت على طول، ناصلت نمبر اند فريكشن فاكتور فور فولي ديفلوبد لامينار فلو ان تيوبس. طبعا احنا عارفين ان الدي هيدروليك لو في حاله الدائره بتبقى الدي، في حالة الدي هيدروليك بالشكل ده كده اللي هو عبارة عن الأربعة اريا على المحيط والرينولد رو في دي على نيو أو الرو في دي في في الدي على نيو والناصلت اتش في الدي على كي. هنا مدي لك الناصلت على طول بالقيم الثابتة ديت ومعامل الاحتكاك. ماشي، بس طبعا لازم تشرط تطبق الكلام ده لازم يكون فولي ديفلوب ولامينر فلو. يبقى أنت لازم تتشيك الرينولد، لو أنت لامينر فلو تقدر تستخدم التيبل على طول وتجيب منه النصل وبناء عليه تجيب معامل انتقال الحرارة. طيب لو انا في منطقة الـ developing laminar flow in the entrance region، يبقى انا لو انا عايز اجيب النصل في حالة الـ entrance المنطقة اللي هي ايه قبل ما تبقى fully developed، يبقى انا في عندي منطقة الـ L اللي كنا واخدينها في اول محاضرة الـ L انترانس، وبعد كده بقى من هنا لهنا ده اللي هو الفولي ديفلوبد اللي هو القوانين ديت نقدر نشتغلها. تمام، يبقى ال انترانس النصلت عباره عن ايه بقى؟ بتساوي 3.6 زائد الجزء ده كده. ماشي، ده في حاله الانترانس. طيب ناخد مثال كده مع بعض تاني.
flow of oil in a pipeline through a lake. عندي بحيرة في خط مواسير بترول ماشي في المواسير ده. عندي خط المواسير ده البحيرة دي درجة حرارة المية فيها بصفر وطول الماسورة ده 200 متر. المية داخلة أو الزيت داخل عند 20 درجة مئوية وماشي بسرعة 2 متر على الثانية والدايمتر بتاعي حوالي 30 سنتي أو 3 من 10 متر. عايز يعرف التي اكزيت بكام. Consider the flow of oil at 20 degrees centigrade in a 30 centimeter diameter pipeline at the average velocity of 2 meter per second. A 200 meter long section of a horizontal pipeline pressure through icy water of lake at 20 degrees. يبقى أنا هنا ده مديني درجة حرارة يبقى constant wall temperature. تمام؟ مش constant heat flux، لا هنا constant wall temperature يبقى درجة حرارة السطح ثابتة. التي الوول بتساوي زيرو. Indicated that the surface temperature of the pipe is very nearly zero. يعني تقريبا درجة حرارة زيرو. Disregarding the thermal resistance of the pipe material. Determine أول حاجة بقى the temperature of oil when the pipe leaves the lake. المية أو الزيت لما يجي يخرج من البحيرة. تمام؟ The rate of heat transfer from oil. طبعا درجة حرارة دام 20 وبره زيرو يبقى أنا في عندي كمية حرارة كيو هتخرج. عشان كده المسائل ديت الناس اللي شغاله في شركات البترول بتيجي تحسب عايزين يشوفهم هل الزيت ده هيتجمد ولا لا، نعمل فيه اضافات. عشان كده في المناطق القطبيه شركات البترول ديت اكبر حاجه منافسه ليها او اكبر تحدي بيواجهوه لما تكون درجه حراره الجو بره مثلا صفر او تحت الصفر وبينقلوا سوائل او بترول او غازات او ميه او اي حاجه او موائع، فطبعا بتتجمد فبتبقى فيه مشكله. فلازم يشوف عايز يعرف انتقال حراره هيبقى قد ايه عشان بناء عليه يقدر يعمل عزل او يشوف هيعمل اضافات في السائل بتاعه عشان ما يتجمدش اثناء نقل السوائل ديت بالخطوط الانابيب. الحاجه الثانيه عايز يعرف the rate of heat transfer from the oil. الحاجه الثالثه the pumping power required to overcome the pressure losses and to maintain the flow of oil in the pipe. عايز يعرف الباور اللي انا او قدره المضخه اللي انا هحطها على الخط ده علشان الميه او الزيت ده مسافه 200 متر، يبقى عايز يعرف الورك دان معايا. في قانون هنا بقى احنا كنا ما اتكلمناش عليه سيبناه. الوركينج دان هنا بقى عباره عن ايه بقى؟ الدبليو دوت او الباور بتاعه البامب عباره عن الفي دوت تمام في الدلتا تي الدلتا اسف الدلتا بي اللي هو مقدار الانخفاض في الضغط في خلال المسافه دي. الدلتا بي اللي هو رو جي اتش معايا اللي هو احنا جبناه من القانون ده في الفي دوت. طيب لما نيجي نصفي ده بقى الفي دوت رو جي اتش، الرو في الفي دوت اللي هي عباره عن ايه؟ الفي دوت اللي هي اللي احنا بنشتغل فيها في الفلويد يا جماعه اللي هي كيو بتساوي الاي في الفي، واخدين بالكم؟ بس هنا عشان احنا بنشتغل هيت ترانسفير فبدل ما بنستخدم الرمز الفوليوم فلوريت كيو بنستخدمه الفي دوت. نرجع بقى الفي دوت في الرو اللي هي عباره عن لو ضربنا الكلام ده بقى الكيو في الرو هتدينا ايه؟ الام دوت الماس فلوريت في الجي في الاتش لوسز. والاتش لوسز لو احنا عارفين لو احنا شايفين هنا اهو الاف في ال على دي في سكوير على 2 جي ماشي، اللي هي عباره عن ايه بقى؟ اللي هي نفس الفلويد بالظبط رو في الجي في الاتش في الكيو. طيب نرجع لمسألتنا بقى. أول حاجة إحنا عايزين نجيب الخواص بتاعتنا. بيقول إيه؟ We don't know the exit temperature of oil. إحنا مش بنجيب الخواص، بنقول الإكزيت ناقص الإنلت على 2 عشان نجيب عندها الخواص بتاع السائل. بيقول إحنا مش عارفين آسف الخواص بتاعتنا. And thus we cannot determine the bulk mean temperature. إحنا عايزين نجيب البالك مين تمبريتشر which is the temperature at which the properties of oil the mean temperature of oil at the inlet 20 and we expect this temperature drop somewhat as a result of heat loss to the icy water of the lake. We evaluate the properties of the oil using properties of the evaluated bulk mean temperature at 20 degree.
هو اللي حصل ايه؟ انه افترض احنا هنشتغل بقى assumption، افترض ان درجة حرارة الخروج هتبقى قريبة من ايه؟ للايسي. فهو قال دلوقتي ايه؟ انا هشتغل، انا مش عارف، يبقى انا هشتغل اجيب درجة الحرارة عند العشرين بقى معايا، عند درجة حرارة الدخول بس. وابتدى بقى ايه؟ يجيب الخواص عند العشرين، ماشي، الرو والنيو والكي والسي بي والبراندل. طيب نيجي بقى، طبعا هو ما تنساش ان هو بادئ المسألة على الفرض بتاع حضرتك، ماشي. طيب بعد كده بقى ايه؟ الرينولد نمبر عبارة عن ايه؟ الفي دي على نيو. جاب الرينولد نمبر هنا، طبعا الرقم ده اقل بكتير من 2300، يبقى هنا the flow is laminar. يبقى انا عندي على طول الثيرمالي انترانس لينث، ال L انترانس بقى عبارة عن نص، او اسف 5%، رينولد في براندل في دايمتر. يبقى ايه؟ ال L ثيرمال عبارة عن 103,600 متر، which is much greater than the total length of the pipe. This is the typical of the fluid with high Brandel number. Therefore, we assume thermally devolving flow and determine the Nusselt number بالقانون ده. اللي حصل ايه بقى؟ ان انا علشان يحصل الماسورة بتاعي، لو سمحت يا جماعة ممكن تعملوا ميوت. الانترانس لينث، اسف، هنا الانترانس لينث عبارة عن هيخلص من لحد 103,600 متر، 103,600 متر الانترانس هيخلص بعد 103,000، ماشي. طيب في حين ان انا عندي الماسورة بتاعي كلها الجزء ده كده بس لحد 200 متر، يبقى انا معنى كده افهم من ايه؟ ان انا لسه جوه الثيرمال ديفلوبينج فلو. يبقى انا ارجع استخدم بقى ايه؟ القانون اللي هو ايه؟ النصلت بتساوي 3.6 زائد كذا كذا كذا. يبقى انا مش هستخدم الجداول ديت، لان انا اصلا في حاله لسه الانترانس ريجن. عشان كده لازم تكون فاهم انت شغال ازاي. يبقى انت عملت التشيك ده، لقيت طول الماسوره ال L thermal entrance بتاعتها هتنتهي بعد 103,000، وانا كل القصة كلها 200 متر عندي. يبقى نطبق العلاقة بتاعت نصل بتساوي 3.66 زائد بلا 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 كده. يبقى طلع النصل بتاعي كام؟ 33.7، ماشي. نيجي بقى note that the nusselt number higher than the fully developed than value. يبقى هو اصلا اكبر من القصة اللي هي بتاعت التلاتة وستة من عشرة. طيب نكمل بقى، عندنا النصلت ال H بتساوي ال K على D في النصلت. نجيب معامل انتقال الحرارة بالحمل اللي هو طلع 16.3. مساحة سطح الماسورة الجانبية الباي في الدي في ال L، والام دوت رو في ال A في ال V بتاعي، ماشي. نجيب بقى ال exit temperature of oil. الـ T exit بتساوي الـ T surface ناقص الـ T surface ناقص الـ T i في الـ exponential ناقص الـ H وهكذا. طبعا طلع لنا الـ T exit بتساوي 19.74، ماشي. Thus the mean temperature of oil drops by تقريبا 26%. احنا قلنا الـ T exit، احنا افترضنا ان الزيت زي ما هيدخل زي ما هيخرج، عشان ما جبنا التي بروبرتيز او التي مين بتساوي التي ان زائد التي اوت على 2، تمام. فافترضنا الاثنين زي بعض وجبناهم، طلعت بكام؟ ب 20 زائد 20 40 على 2، يبقى ايه؟ 20. وده اللي خلانا جبنا الخواص عند 20. لما طلعت التي اكزت 19.74، يعني قلت بس عن ما انا كنت فارض ب 26%. يبقى الفرض اللي انا فرضته اللي هو بتاعت الاوت او الاكزت ب 20 اعتبرنا فرض صح. لو كانت التي اكزت طلعت بقيمه مختلفه، مثلا لو طلعت ب 10، يبقى انا بقول بقى ارجع احل المساله من تاني واقول التي مين بتساوي التي ان زائد التي اكزت على 2. نفترض مثلا ديت طلعت ب 10 وديت كانت ب 20، يبقى 10 زائد 20 على 2 ب 30، يعني 15،
يبقى الناتج ب 15، يبقى كنا هنحل المسألة ونجيب الخواص عند 15 ونرجع نحل تاني لحد ما الفرق التي اكزت اللي انت فرضتها تطلع قريبة من اللي انت حليت بيها. لكن عشان انا فرضت فرض ذكي وحليت المسألة صح او الفرض، فمش هرجع اضطر ان انا احل تاني او اجيب التي اكزت بتاعي. This make the bulk mean temperature oil 1987 which is particularly identical to the inlet temperature. We don't need to re-evaluate the process. يبقى احنا مش محتاجين نحل المسألة تاني. طيب هو بقى عايز ايه؟ الكيو بتاعي اللوغاريتمك مين تمبريتشر ديفرنس التي ان ناقص التي اكزيت على اللين تي سيرفيس ناقص التي اكزيت على تي سيرفيس ناقص التي انلت. الدلتا تي لين بتساوي ناقص 19 87. الكيو بتاع بتساوي الاتش اللي احنا جبناها في الاريا سيرفيس في الدلتا تي لين بتساوي ناقص 6.1 × 10^4 وات. يبقى انا عندي الزيت هيفقد معدل 61 كيلو وات. It flows through the pipe in the icy water of the lake. Note that delta T ln is identical to arithmetic mean temperature. يبقى delta T ln بتساوي delta T X. The laminar flow of oil. لو احنا بقى عشان نجيب البامبينج، احنا طبعا السرايين بتاعي طالع لامينار، يبقى الفراكشن فاكتور بتساوي 64 على رينولد بتساوي 1/10. البريشر دروب اف ال على دي رو في سكوير على 2، هنجيب البريشر دروب بتاعنا. يبقى البامبنج عباره عن ام دوت دلتا بي على رو، هتطلع عباره عن 16 كيلو وات. يبقى انا محتاجين طرمبه قدرتها 16.8 كيلو وات علشان تضخ السائل او الزيت بتاعي المسافه ال 200 متر، ويكون الزيت درجه حرارته ب 20 و في مية او في جليد درجة حرارته تقريبا زيرو. نيجي بقى الجزء الثاني اللي هو turbulent flow in tubes. نفس الفكرة بالظبط، بتتشيك برضو حضرتك الاول ان انت تطلع turbulent. لو انا عندي الرينولد من 5/10^6 ل 3000، تمام. لو انا عندي smooth tube يبقى الفراكشن بتاعي بالشكل ده كده. طيب عندي هنا النصر بتساوي 23/1000 رينولد أس 8/10 في براندل أس إن، والبراندل أس إن 4/10 لو أنا بسخن و 3/10 لو أنا ببرد through the tube. This equation is called Detas Polter equation. يبقى أنا الأول بقى أنا عارف إن أنا لو أنا شغال لامينر الجزء اللي فات التربلنت، بنشتغل بقى إيه؟ هنشتغل على المعادلات بالشكل ده كده. ماشي. طيب the accuracy of this relation at lower Reynolds number is improved by modifying Gengileski. يبقى احنا عندنا معادلة ديتا سبولتير الكوريليشن ديت 4/10 3/10 البراند اللي نصب بالشكل ده. طيب لما نيجي حد واحد تاني اسمه جينجليسكي، تمام، عمل معادلة سنة 76، المعادلة ديت البراند لما يكون بنص لحد 2000 والرينولد من 3/10^3 ل 5/10^6 عمل لنا معادله ثانيه، تمام. طيب developing turbulent flow in the entrance region، نفس القصه برضو. طيب يبقى انا في ظهر عندي معادلتين، الديتا سبولتير معادله بالشكل ده كده والجينجليسكي معادله بالشكل ده كده، ده الكونديشن بتاعها موجود ديت طبعا لو 3000 لحد 5/10^6. طيب امتى انا بقى بستخدم ديت lower Reynolds number؟ عند القيم ديت بنستخدم المعادله بتاعتنا. طيب the entry length for turbulent flow are typically short، طبعا لان احنا في الحاله ديت الفتره الانتقاليه او entrance length هتقل عشان انا شغال turbulent من الاول. يبقى this is 10 tube diameter، يبقى ال L الانترانس بتساوي 10 D. And thus Nusselt number determined for Fourier developed
turbulent flow can be used approximately for entire tube. This simple approach gives reasonable result for pressure drop and heat transfer. Correlations, هنا بقى في الـ turbulent, بنستخدم correlations for the friction and heat transfer coefficient for the entrance region are available in literature for better accuracy. طيب. نيجي بقى ايه نفس القصة انا عندي بقى ايه constant heat flux مصورة برضو Q constant ومية داخلة عند 15 وخارجة عند 65 diameter 3 سنتيمتر على طول المصورة 5 متر نقرأ كده مع بعض water is preheated يبقى انا عندي مية بتتسخن عند من 15 ل 65 through 3 سنتيمتر internal diameter 5 meter long the tube is equipped with an electrical resistance heater that provides uniform heating through the surface. The outer surface of the heater is well insulated so that the steady operation, all the heating generation in the heater is transferred to the water in the tube. If the system is to provide hot water at rate 10 liter per minute, يبقى انا عندي ال Q بتاعي او ال V dot اللي احنا اللي هي ال volume flow rate بتساوي 10 لتر على ال minute. تمام لكل دقيقة. Determine the power rating of the resistance heater. Also estimate the inner surface temperature of the tube at the exit. طيب نيجي بقى احنا عندنا عايزين نجيب الخواص عند البالك مين يبقى الدخول زائد الخروج على 2 يبقى درجة الحرارة 40 يبقى نجيب الخواص عند درجة حرارة 40. طيب cross section area تمام عندي الاريا cross section وفي الاريا surface. طيب عندي الفوليوم فلوريت عبارة عن الرو او الماس فلوريت بتساوي الرو في الفي طبعا حولناها من لتر للمينت حولناها المتر مكعب للمينت وضربناها في الكثافة بتاعت المية طلعت الفوليوم او الماس فلوريت بتساوي 9 او 16 من 100 كيلو جرام في الثانية. طيب الام دوت بقى او الكيو بتساوي الام دوت في السي بي تي اكزت ناقص تي انلت يبقى الام دوت اللي احنا لسه جايبينها في السي بي في T exit ناقص T inlet يبقى انا عندي كمية انتقال الحرارة او كمية الحرارة هتنتقل عبارة عن 34.6 من 10 تمام يبقى انا محتاج السخانات هتديني 34.6 من 10 كيلو وات. The surface temperature يبقى احنا عايزين نعرف درجة حرارة السيرفس of the tube in a location عبارة عن ايه بقى QS بتساوي H في T surface ناقص T mean ماشي طيب التي سيرفيس هي ديت اللي احنا عايزينها ماشي التي مين زائد الكيو على الاتش طب عايزين نجيب الاتش اللي هو الهيت ترانسفير كوفيشنت اند ذا تي مين تمبريتشر اوف ذا فلويد ات ذا لوكيشن طيب نيجي نعمل ايه بقى الكيو بتساوي الاتش على الاريا يبقى التوتال هيت ترانسفير على السيرفيس اريا هتديني الهيت فلكس ماشي يبقى أنا عندي the heat transfer coefficient تمام ال V average بتساوي ال Q على cross section area ادتني سرعة المية اللي موجودة من سرعة المية اللي ماشية في الماسورة عبارة عن الرنل بتساوي V في D على نيو تمام يبقى احنا كده جبنا ايه بقى الرينولد اتأكدنا ان هي عبارة عن اكتر من 10,000 يبقى انا دلوقتي الفلو بتاعي تربلنت والانترانس ريجون عبارة عن 10 دي يبقى 3 من 10 متر يبقى انا كده شغال في الفولي ديفولوب يعني 30 سنتي بس هما الانترانس ريجون لحد هنا كده يبقى انا بعتبر ان المسافة بتاعي كلها ايه عبارة عن الخمسة متر معتبر ان المسافة بتاعي ديت ان انا عديت الانترانس ريجون which is much shorter than the total length of the tube therefore we can assume fully developed turbulent flow in the entrance tube and determine the Nusselt number. طيب نجيب النصلت نمبر بقى منين من الكوريليشن اللي احنا شفناها اللي فاتت اللي هي بتاعت ديتاس تمام بتساوي 2 من 100 رينولد اس 8 من 10 براندل اس ان واحنا قلنا 4 من 10 ولا 3 من 10 على حسب التسخين او التبريد يبقى النصلت نمبر هيطلع بكام ب 69
من النصل نمبر نجيب ال H بتاعتنا، بقت ال H بتاعتنا 1460. ماشي. طيب ال surface temperature of the pipe عبارة عن ال T surface بتساوي ال T mean زائد ال Q على ال H. احنا جبنا ال Q على ال H معايا، وال T mean اللي هي موجودة عندنا نقدر نجيب ال T surface. يبقى ال T surface طلعت عندي بكام؟ ب 115 درجة مئوية. The inner surface of the tube will be 15 higher than the mean temperature at the tube exit. This temperature is difference of 50 degrees centigrade between the water and the surface wall remaining constant through the fully developed flow. عندنا بقى عايز حضراتكم كده بكده نكون خلصنا الجزء بتاعنا. في أمثلة بقى مختلفة عايز حضراتكم تكملوها، بحيث ان انتوا تشوفوا المحاضرات ديت او الامثله المختلفه عشان نقدر نطبق. هنا برضو مثال تاني عايز حضراتكم تشوفوه، بس هنا في الحاله ديت بقى الدكت كروس سكشن ما هوش سيركلر. يبقى الدي هيدروليك عباره عن الدي هيدروليك بتساوي 4 اريا على البرامتر. ماشي. تقدروا بقى ايه تحلهم بالشكل ده كده وتحلوا المثال وتعرفوا مثلا هنستخدم ايه العلاقه المناسبه لينا هنا، وهنشتغل ونتشك ان احنا انا موجود في الانترانس ريجون ولا بعد الانترانس ريجون، ولا هشتغل في التبريد ولا في التسخين اللي هو الان بالشكل ده كده. بكده نكون خلصنا المحاضره بتاعتنا النهارده. وانت في المحاضره